كاب اف ام النجوم في القايلة. ماضي ساعة قد قضى على كاب اف ام. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على 91.5 95.2 و 105.6 ولا على www.capradio.tn. وتواجه معاكم مع نجوم في القايلة كما كل نهار ثلاثة وكل نهار خميس مع نادية وحياة جبنون. ونستناو مع بعضنا ضيفنا متاع اليوم سي امين متراوي. عسلامة سي امين. مرحبا. عايشك. وتوا نرجعوا بعد ستخوماي فورميدابل. أهلا وسهلا بكم في قايلتنا اليوم اللي كلها محبة نهديوها لكم. معكم حياة جبنون نجوم في القايلة. عندنا ضيفنا العزيز اللي هو مرحبا من موقع نوات أمين. مرحبا بك في نجوم في القايلة. وبيك أكثر حياة. مرحبا. مرحبا أمين تيراوي غنية عن التعريف. أمين تبارك الله عليك. مواضيعك مفلفلة وسخونة كما ديما تقول لي نيديا شنو هي الحكاية هذه. مي أنا تعبيري هكيكا. مي أنا نحبك تقدم روحك لسادة المستمعين. وأكيد اليوم باش تعطينا ديسكوب وباش تعطينا برشا أخبار جديدة. بون نقدم روحي أمين تيراوي دونك جورناليست نوات. مواطن تونسي. ايه وطني قالق. واني بعدك في القايلة. مرحبا بك يا امين في القايلة كما تقول انت. والله يا امين انا معناتها علاش جيتي انكوراجي وحكيت مع زميلتي معناتها حياة باش نستدعاوك اليوم. ديجا ميرسي بوكو دافوار اكسبتي لانفيتاسيون مالغري كو هي في اخر وقت. عاشك برك الله فيك. اللي جينيرو هو برشا برشا. انا امين الحاجه اللي تعجبني في المواضيع نتاعو اللي هو تلقى امين في الموقع نتاع الحادثه قبل ما تصير. معناتها هذه اول مره نسمع بها امين قبل ما تصير الحاجه يكلمني يقول لي هاني في تال بلاصه. واحنا معناتها تلقى اغلبيه صحفيين ما في بالهمش اغلبيه حتى سي فيسبوك هو بيدو مازال ما في بالهمش. وامين تلقاه متواجد. كنت نجم تفسر لنا امين بربي كيفاش هالماجيه هذه صايره؟ والله برشا زهر وبرشا حدث ومنطوم. معناتها سيغتا مومون تنجم تكون بون كيفاش تصير الحكايه. هو جينيرالمون يبدا فما ايفينمون معناتها سا فيان با دانفيد. يبدا فما ايفينمون وتبدا بيان بلاسي معناتها في البلاصه اللي لازمك تكون فيها موجود وكا هو. اما بون الحكايه هذه راهي باهيه ومنطوم خايبه تجيب برشا ترايح وتجيب برشا حاجات. لا باهيه باهيه ان توكا بلاك ميزا باغ هذايا سا كونفيرم معناتها تون بروفيسيوناليزم ولفات اللي انت معناتها تحب على هذيك الحكايه نتاع بلادك والوطنيه. واش قالك في الوطنيه؟ هاي فازيت. امين اش قالك في الوطنيه الايامات؟ والله قلقين. حتى صبت الشتاء باش تولي بتينه تقول انت؟ لا هذاك باش تزيد تترسخ في القاع ما تطلعش معناها تترسخ في ما تطلعش الجمله الفوق. لا لا بربي نحب نهدي اغاني الحصى الى السيد رئيس موسف مرزوقي. حتى غنيتي هنا اغاني نحصل كل اي كومبري فورميدابل اي كومبري فورميدابل. والله انا حبيت ديمقراطيه وحريه الراي. هي ديمقراطيه امينه. ما فما اغنيه من الغنيات المبرمجه معناها في الحصه ذي اللي هي اش لز وحما. نحب نهديها لسي حما الامين. أمين معروف بمواقفك اللي لا تخلو من طرفه معناها. أنا أوحيد لي حاجة معناتها أكيد اللي أنت تحب بالأغاني تبلغ كلام تحب تقوله اللي السياسيين. لشكون تهدي يا عم شفور؟ إبراهيم قصاص. مع ابراهيم القساس نوجه له تحيه. خرج في الزين نوجه له تحيه برسمي خاطر برسمي لهنا شويه سيريو معناها سي ابراهيم القساس معناها سيد النائب المحترم. نحب برسمي نوجه له تحيه على خاطر سي ابراهيم القساس معناتها خلى العائدات الماليه الهامه اللي ترجع معناتها عليه بالنفع من خلال نقله للمسافرين على متن اللواج وتخلى على كل هذه العائدات الماليه الهامه. ونشوفوا فيه مسكين معناتها قاعد يكتب لنا في الدستور ومضحي. وكما سمعنا معناها عندنا نواب ساكنين في الوكالات عندنا نواب معناها نواب يرقدوا في لونتخي نتاع المجلس ويحطوا معناها شلايكهم في القاعه. فما بيت جيب شلايك يا امين. سامحوني على التاثر معناها. نحب نهدي للسادة النواب معناها جميع أغاني الحصى. السادة النواب برسمي تعبين معنا ويكتبونا في دستور معناها ما غيرهم هما ما نعرفش باش نعملوا. إن شاء الله يكمل الدستور. مازال ما كملش الأحبار.
الاحبار تحكي الدستور بديش كو قالك يكتبوا فيه بالاحبار من اصله معنا ولا بالرسمي نحن اليوم عندنا دستور قاعد يحضر تصور باش تكتب الدستور بحروف من ذهب لا بالقدره بالقدره اكيد امين راك عندك اطلاع على جميع الفصول معناها نتاع الدستور والاختلافات معناها pour reprendre un peu de sérieux والاختلافات اللي في الدستور اش قاولك في كونسيبت اسمه لجان التوافقات اش قاولك والله قبل ما نجاوبك نادي على لجان التوافقات انا خاطر دو فورماسيون قاريسيون جوريديك حسيت حاجه في الدستور التونسي ياسر عجيبه باش ما نقولوش غريبه ومزيانه على الاخر انه اللي قريته الكل في القانون الدستوري نسيوك فيه في لحظه على قد ما تقرا قانون مقارن على قد ما تقرا اش معناها دستور اش معناها قانون دستوري اش معناها دستره حقوق واش معناها دستره حريات بركانا نحن في تونس معناها يجيك دستور مسودة بلوتو تنسيك في توريك النجوم في القايلة وانتي ما تتصورش اللي كلمة مسودة معناها ممنهجة ليه مسودة مسودة هم عملوها معناها سلاح ذو حدين معناها هاوكا هي مسودة كان سبيتوها هاوكا باش يقول لك ليه راهي هذيا مسودة معناها ماهيش النسخة الأصلية أما أنا حاسس إن المسودة باش تطلع أرجل برشا من النسخة الأصلية اكيد مين ديما قلت لك مواقفك معناها لا تخلو من طرفها توا نتعديو شويه حاجه اللي هي بالحق تاسف ومست برشا توانسه كسوسوا العبيد كي رياجي دون مانيير بوزيتيف والا العبيد اللي نقدوها الانسان هذيا اللي هي امينه اسبوعي اللي هي لها شهرين محبوسه بور اون افير كي ا ايفولوي كل مره من الاول كانت خطيه ماليه بعد ولد جنحه وبعد ولينا on a l'impression qu'on a affaire à un criminel. مادامك انت امين حسب ما نعرفه اللي انت من اول العباد سيسني لو بروميير اللي كان موجود على الموقع مع امينه في قروان وقت اللي مشيت وقال تاجي فامن على حيط مقبره حسب ما قالوا مقبره ساعه كنت نجم امين تفسر لنا اكثر الحيط هذايا معناتها اسكو هو غالمون حيط مقبره خاطر حسب التصريحات نتاع نتاع الاستاذ غازي مرابط ما كانش بالكل عنده فورمه نتاع حيط مقبره وشنو كانت العقوبه نتاعهم الاول وشنو ولات تو ما نعرفش كان عندنا وقت ولا خاطر بالرسمي فما برشا نقاط مهمه نحب نرجع لها عندنا تو عندك درجين امين وبعد باش نرجعوا لك ما تخافش فيما يتعلق بموضوع أمينة أسبوعي ناشطة متاع فيمين وأقولها باحتراز الناشطة متاع فيمين على خطر أمينة أسبوعي وحدها قالت أنا معتها قاعدة معتها تناضل بطريقة الفيمين ولكن ما هيش منخرطة عضويا أو رسميا في المنظمة هذا هو اللي قالت معتها عبد أعلن فقط إيرادته وما ما عندوش حتى نشاط رسمي مع هي توا نوعا ما متبرية من معناها فصيل على الأخر كما أنا نقول توا نحب برشلونة مش معناها برشلونة مش تتحمل مسؤوليتي ولا أنا مش نتحمل اللي مش يعملوا برشلونة الكل خطر أنا جوست قلت اللي أنا نسند ولا نشجع في برشلونة أمينة تسند وتشجع في فيمين عجبتها طريقتها هذي ماهوش مجال نقاش وما فما حتى واحد من حقه أنه يحكم نتاع عنده الحق ما عنديش حق هذي حريتها الشخصية هذي اختيارها ما تصورش ليه هذا كلفها غالي هاني جايو متاع كلفها غالي ولا بو مش هو اللي كلفها غالي بلوتو قانون بلادها وطريقة تسيير القضاء في بلادها وعدم استقلالية قضاء بلادها هو اللي كلفها غالي هذي قلت نرجع له امين كان ترجعنا من الاول معناها ليفولوشن كيفاش صار انا حبيت فسرك انت قلت لي بديت خطية هي بديت خطية من اصله كنا حاضرين وصلنا كان مقرر فما اجتماع معناتها للتيار السلفي في تونس في مدينة قيروان على الساعة 11 صباحا نهارتها اللي صار بالضبط شنو امينه ما كان معقلها حد في القروان معناتها امينه كانت على خلاف التصاور اللي نشرتهم في الفيسبوك واللي شعرها فيه كان اكحل نهارتها ولاول مره امينه صبغت شعرها اصفر وهبطت القروان ومعقلها حد ومعرفها حد وتعدت الامور نورمال ومعناها ما فما حتى ادنى مشكل قابلتها انا بيدي على الاول ما عقلتهاش لقيتها مع مجموعه من زملائي من موقع جدل من بعد عقلتها سلام اش تعمل هنا نورمال على الاخر معناها ما حكى مع حد تعدت الحكايه بعد امينه قربت للحيط اللي هو بون كي نقولوا حيط راهو هو في علو الماد مش حيط كي نقولوا حيط معناها حاجه عاليه هذه مش حاجه عاليه هذه حاجه تنجم تقعد عليه فهمت دونك كتبت فامن ووقفت بحذاها تتصور ونتذكر بالكده اللي فما زميل من موقع عين هو اللي صورها نهار معناتها خذالها التصويره وهي واقفه بجنب كلمه فامن
وفهمن هي شنو معناتها امين؟ معناتها مرأة، معناها مرأة، كلمة مرأة يعني معناتها اون لاتان معناها مرأة. اي وكلمة مرأة هي اللي تدفع معناتها باش واحد يتعاقب على خاطر كلمة مرأة. هي خاطر هي التو من لهنا التو مانيش قاعدين نحكيو على منظومة عقاب او منظومة زجرية، معناتها كتبت اللي صار الشيء هذا اثار حفيظة المواطنين اللي كانوا موجودين على عين المكان اللي قاموا بربط كلمة فيمن اللي تكتبت بشخصية أمينة وتذكروا اللي هي أمينة، وبدأ وقتها فما برشا كلام وبرشا عبيد تصيح وديجاج وما تمثلناش وراك ما تمثلش القروين، ومجرد معناها عبيد تحكي مع بعضها مواطنين معناتها متقلقين من حضورها ومن تواجدها، الشيء اللي لز الأمن الموجود على عين المكان أنه يتدخل. بتدخل الأمن شنو اللي صار؟ أنه قاموا بحماية أمينة، ونأكد لهنا على كلمة حماية أمينة، من المواطنين اللي كانوا معناها غاضبين من تواجدها على عين المكان، ونقلوها لسيارة الأمن. ركبت هذه الحديث متاع الصباح، ركبت في سيارة الأمن وغادرت سيارة الأمن المنطقة لحماية أمينة، وصلتها لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان. نعاود ونأكد لحديث متاع الصباح. اللي صار شنو؟ أنه معناها هذوما ناس مؤسسة أمنية، مؤسسة قاعدة تحاول أنها تكون أمن جمهوري وتحمي مواطنيها، دونك هذا عمل محمود. اللي صار اللي بعد تفاجأنا، خاطر بعد سمعنا اللي العشرة متاع الليل معناها بعد قرابة 12 ساعة تم تحرير أول محضر بحث فيما يتعلق بتواجد أمينة في منطقة الأمن الوطني. لهنا أمينة ما عادش مواطنة قاعدين يحميوا فيها، أمينة ولت متهمة وموقوفة. التهمة شنية؟ معناتها أول تهمة معناها تم توجيهها لأمينة اللي هي الكتابة على أول تهمة تم توجيهها الأمينة اللي هي حيازة قارورة غاز مشل الحركة بيه، وتحاكمت على أساسها، وكنت حاضر في المحكمة نهارتها في المحكمة الابتدائية بالقيروان، وحضروا محامين الحق الشخصي اللي هما طالبوا أنه تنضاف الأمينة تهم أخرى على غرار المجاهرة بما ينافي الحياة والاعتداء على حرمة المقابر. كانوا طالبوا بالشيء هذا لكن القاضي كان رفض. معناها انا كنت حاضر في وسط الجلسة، القاضي كان رفض التدخل متاعهم والحضور متاعهم من اصل وقيامهم بالحق الشخصي. تم صدور الحكم ب 300 دينار اخطية في مساء ذلك اليوم. في نفس الوقت اللي أمينة بعد ما خرجت من المحكمة ووصلت لسجن المساعدين عاودوا جابوها في نفس ذلك اليوم، وتم الاستماع عليها في قضية انتهاك حرمة المقابر أو الاعتداء على حرمة المقابر في نفس اليوم، قبل ما يخرج الحكم ب 300 دينار خطية. معناها أمينة جات للقروين على قضية معينة، رجعت لسجن المساعدين بعد عاودوا جابوها في إطار تهمة أخرى. ما عادش من نجم نتبعها القضية خاطر ما عادش فاهم، معناتها تحس على حسب. كنت اتصلت بغازي مرابط اللي هو المحامي متاع الأستاذ غازي مرابط، المحامي متاع أمينة اللي مازال كيلتحق حتى هو بالملف، على خاطر كان فما محامين على غير ليلى بن دبة وغيرها اللي حاضرين على الملف من الأول. فما قضايا انضافوا جدد، معناها كما يقول مثلا غازي مرابط يقول أنه فما شيء يضحك صار لأمينة على غرار عركة صارت في السجن. يضحك بالرسمي، يضحك بمفهوم انا قاري قانوني يضحك، معناها قانونيا كي تجي انت تقول عبدة صارت مشكله في الحبس نهار 15 جوان اتهامات بالطريقه هذه وتبلي بالطريقه هذه نجم يكون اي اسف انا اي سامحني حياتي ما خن فاهمك علاش انا جنسيت على كلمه يضحك يضحك قانونيا يضحك. كي تقول انت انسانه صارت مشكله في السجن نهار 15 جوان وقاضي التحقيق تح بحث في المشكلة هذه اللي صارت نهار 10 جوان شيء يضحك معناه القاضي تنبأ قبل بالمشكلة. هو بالك شاف تأشيرات معناتها في السجن اللي هي عندها مشاكل مع لي غارديان غاديكا، خاطر هو بالك فما عبيد ما تعرفش. اما القضيه الاخرى اللي جاتها اللي هي تعطيل موظفين على القيام بالعمل نتاعهم، هذا جانب موظف عمومي اثناء ادائي لعمله، هذه لو تيرم ليغال. وحاجه اخرى القذف العلني. يعني 4 غارديان اون بورتي بلانت pour que ce chef d'accusation soit ajouté le dossier نتاعها. ما نعرفش est-ce que فما حاجه فما un avis من الاول فما يعني سبيل ممنهج الامينه فما ثنيه
معناها مسطرة من الأول الأمينة، وإلا هما شافوا اللي أمينة بالحق ألا يو أن كومبورتمون غالط في السجن، وإلا أمينة كانت الدافع كما قالت هي على الكوديتنيو متاحة ربيعة اللي هي قعدت 5 سوايع تحت الشمس على خاطر ألا غفوزي دو سالوي لي غارديان. يعني هذا الكل ينطبق في أنا إطار، ولتوا ما زلنا نحكيه على قضاء مستقل، ولتوا ما زلنا نحكيه على قضاة يعني نزهة، ولتوا يعني اسكو كلمة قضاء توا أمين مازلت في بلاصتها وإلا لا؟ باهي نادي قبل كل شيء جست نصلح حكاية اللي السجينة اللي مع أمين اسمها رابعة. باهي مش ربيعة سمحنا رابعة كنت اسمها فيه. باهي فما حاجة نحب نقولها وبالرسمي معناها، خطر معناها ما زيدة اللغة الخشبية، معناها اليوم اللي قاعدة تعيش فيه أمينة ما هوش قضى تكسير خلاق، معناها أوتر مندي تشد عبد تمرجو باش توصل تبلغ رسالة سياسية معينة ومما لا شك فيه ولا يختلف فيه عاقلين أنه القضية متاع أمينة فمان مسيسة باش هو كي يخرج سي موين دو ديسواسيون للعباد اللي يحبوا يتبعوا. معناتها اضرب القطوسة تصلح العروسة والله en quelque sorte. Oui. اما حاجه اخرى زاده تريز انتريسونت اللي حاجه مقلقه وما لقاوش كيفاش يرتاحوا منها، دونك بداو يلفقوا، معناها كل مره زيد ملس حكايه جديده، معناها زيد ركب حكايه جديده. علاش؟ على خاطر احنا وصلنا في مرحله انه انتفاء الدوله، والدوله اللي هي ولات تخاف من رد الفعل نتاع المواطنين، معناها انسان ولا ما عادش يحكم على مواطن واقف قدامه مثل امام القضاء وفق مجلات قانونيه ووفق المنظومه القانونيه التونسيه، مي ولا يحكم وفق المنظومه الاخلاقيه نتاع المجتمع ووفق شنية نجم تكون رده الفعل. على خاطر انا المواطنين نتاع القروان اللي ريتهم في حاله هستيريا من امينه، انا نجم نكون ضد طريقه التعبير اللي اختارتها امينه، اما نحترم طريقتها في التعبير اذا كان هي ما مستنيش. انا نهارت اللي كتبت امينه فامن على الحيط كمواطن ما حسيتش اللي هي اعتادت عليا وعلى اخلاقي وعلى اخلاق المجتمع وعلى الدين متاعي، ومعناها انا اليوم نتعدى قدام مقبره الزليز نلقى كلام خايب مكتوب على حيط الزليز، كلام خايب نتاع جروبات كوره وسبين معناتها موجودين هذوما. هذاك اش باش نقول لك امين، توا مثلا قضيه زويول علاش ما اعتبروش زاده العباد والمواطنين اللي هو زاده مس بالاخلاقيات كيما اعتبروها في قضيه امينه، ومالغري اللي هو ما إلو الا تاج كيما في قضيه امينه. خاطر شنو الفرق؟ امينه تمثل عقده نفسيه للمجتمع، معناها شو راه فما عباد ماهمش فاهمين الحكايه من اصله، راه نحن تو نحكيو قاعدين ونبر وفازات ولغه وعربيه فصحى، لا سي با سا، راه فما عباد موجودة في القروين راهي مش فاهمة شنية أمينة. هذا دو أن دو دو فما عبيد كذبت عليهم، معناتها نهارت اللي شدها الحاكم أمينة شو وليوا يعملوا؟ وليوا يسيحوا حبت تعري علينا وعملت 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 تونكو سي با فري. الكلام هذا كيوصل المواطنين، المواطنين يصدقوه ولي في دو بوشا وغي تمشي الحكاية، ونهارتها راهو في القروين دخلت بعضها وليت لكريم وجين وعبيد معناها سلبي. المشكل اللي لليوم العبيد ما همش فاهمين العبدة هذه ايش عملت لهم بالضبط، ما كانش عندهم وعي اللي هي ما عراتش روحها واللي هي ما عملت كان كتبت على حيط اللي هو ما ويش حيط مقبرة. وبلادنا هذه اللي فيها قضاء مستقل جدا كيجيوها دي زيترونجير يعريوا معناتها في المحكمة الابتدائية، يمشي سي علي العريض البلجيكا ويعمل خطاب ويقول سنجد ويقول سنجد حلا، ولهنا نلقاو تداخل مقيت بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. اللي السلطة التنفيذية موجودة في بلجيكا تمثل في تونس تحكي في خطاب تقول مش نلقاو حل، وفجأة السلطة القضائية تستجيب وتخرجهم. معناها لهنا إذا كان نحن بون هو صحيح سي المنظر القيدوم سي الحبيب خضر قال اللي جون جاك روسو حكايته فارغه، واللي حكايه الفصل بين السلطات حكايه ديمودي، اما اليوم بالرسمي قاعدين نثبتوا في تونس اللي هي بالرسمي ولات حكايه ديمودي، وجبنا ديمقراطيه جديده على طريقه الشرعيه المباركه اللي فيها السلطه التنفيذيه توعد انها مش تخرج مسجون، السلطه القضائيه تستجيب فورا، وثلاثه اللي هما قاموا بالعمل الذي لم تقم به أمينة تدخلات صاروا في قضية أمينة أخلي سبيلهن ومشيوا وفضحونا وكذبوا علينا وحكيوا للإعلام الفرنسي على أساس أنه حبوساتنا
بالرسمي معناها غوانتانامو. تنزيدوا نحكيوا مين بعد على التدخلات اللي صاروا في قضيه امينه، وتوا نخليكم مع اهواك. ماضي ساعة و44 دقيقة على كاب اف ام، مرحبا بكم الناس الكل اللي مازلتوا تسمعوا فينا على 91.5 95.2 و105.6 ولا على www.capradio.n. مازال معنا ضيفنا سي امين امتراوي الصحفي من موقع نوات. كنا نحكيو على قضية امينة اسبوعي، شهرة امينة فامن، ومازلنا باش ناخذوا باتصال هاتفي الاستاذ غازي مرابط اللي هو محامي امينة. اليوم كما نعرفوا نجموا ناخذوا المستجدات نتاع القضية نتاع المحكمة في مساكن اللي هي صارت البارح، باش يحكي لنا الاستاذ على شنو صار وشنو ما كان فما تهم جدد تزيدوا على امينة، والا شنو ما قال امينة. اليك حياة. بالمناسبة نعاود نحيي امين مرة اخرى، نحيي كناديا، نحب نحيي زيدا من خلال الأغنية اللي سمعناها من شوية أشليز حما يغني، زميل وصديق أنيس الخميسي، ونقول له إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله غنية السعد عنده، خطر أكيد إحنا تو نكلموه ونستدعوه لهنا ناديا إن شاء الله، ونسألوها أشليز حما يغني. هي كلمة عادية تتقال معناتها في الحياة اليومية متاعنا، لكن ممكن هو من عنده من وراها غاية الله أعلم، إن شاء الله تنعرفها الغاية كي نستدعاوها إن شاء الله. بربي نادية سامحني معناتها في خضم في خضم هذه الأحداث المجيدة، بويسكا حييته الفنان أنيس، نحب نحيي الفنان الفرنسي مستر جيمس على الأغنية متاع جمتير لسمو باختير لوان ديسي، نهديها لسعلي العريض ونقول له بون جمتير لي لسمو باختير لوان ديسي لي هنا قاعدين. وانا امين معناها مع العلم اللي الغنيه هذيا انا برمجتها معناتها في نجوم في القاهره على خاطرك انت، خاطر نعرف اللي انت تحبها امينه، ما كنتش نعرف شنو الخلفيات معناتها نتاعها. ماضي ساعتين حرمت حبك، حرمت حبك ناديا، انا نهديتها للجمهور الكل المستمعين، ولكن عندنا امين باش يهديها لشكون؟ حرمت حبك ما تحبينيش، ما تنجم تهديها كان لجميع الاحزاب السياسيه معناها الكلهم، ما من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، علاش لا الكلمات متناغمه على خاطر ما سيبني وحدي وسط الطريق. شكون اللي تقول له سيبني وحدي وسط الطريق؟ كلها على بعضها سيبني ومخليني، لا كلها على بعضها معناها خاطر فما ناس مشات انتخبت عبيد لمهمه معينه، العبيد هذه تلهيت في حسابات ضيقه وخليتنا وحدنا وسط الطريق، يا ما نورمال. واضح يمين رسالتك وصلت. كنا في قبل البوز كنا في اتصال هاتفي مع الأستاذ غازي مرابط اللي هو محامي أمينة سبوعي، أمينة فامن اللي هي مسجونة نتفكروا أعزائي المستمعين لها شهرين. طوى باش ناخذوا معنا الأستاذ شرف الدين قليل. الأستاذ ألو الأستاذ أبغامو طو نرجعو له شوي آخر. أمين بهي نحب ماذا بيا كان نعرف تنعودوا نتصلوا ونحاولوا نتصلوا بالأستاذ سي شرف الدين قليل اللي هو عضو في منظمة 25 محامي المعروفة بمناهضة التعذيب. حسب المعلومات اللي في ملف أمين نعرفوا اللي أمينة يعني هي قامت بنوع من الدفاع على الكودة نمتاحة اللي هي مثلا رابعة وحتى صديقاتها الأخرين اللي معها في السجن على قضية تعذيب. هذا حسب الأقوال نمتاحة هي أمينة. elle a défendu sa codétenue et elle a défendu des prisonnières اللي معها contre des affaires de maltraitance فوسط السجن. حسب أقوالها ما فما حتى كونفيرماسيون لا من الأستاذ غازي برابط، وباش نشوفه من عند الأستاذ شرف الدين قليل اللي هو على علم يعني بالملف نتاع أمينة. تنجمش تنورنا أمينة، أنت كان عندك معلومات أخرين ولا كان حكيت مع أمينة وشفت كان المعلومات هذوما يعني مؤكدة وإلا لا؟ إسكو أمينة تعرضت إلى أي نوع من أنواع التعذيب ضمن السجن؟ بون بالنسبه لي انا ما كانش عندي فرصه معناها اني مش نحكي مع امينه ولا غيرها. بالنسبه للمحامين هما معناتها لي سول اللي كابابل باش يحكيو باسم امينه بويسكو هما ينوبوها، دونك نحترز على الاجابه على خاطر انا ما عنديش المعلومات. واضح امين ابارمون. الاستاذ رجع معنا امين. الو استاذ الو أستاذ، فما مشكلة في المكالمة، باش نعاودوا نتصلوا بك فورا
ونعود نرجع لنفكروا الأستاذ شرف الدين قليل من منظمة 25 باش يعطينا معلومات زايدة على قضية أمينة. دونك أمينة نأكدوا اللي ما فما حتى تأكيد على قضية التعذيب. بالنسبة لي هي وجهة رسالة للرأي العام كان قالها معناها الأستاذ غازي مرابط أترافير وسائل الإعلام. الرسالة هذه ما تضمنتش أنه قاعدة تتعرض إلى مضايقات في السجن، وما نتخيلش زادة أنه المنظومة السجنية اليوم في تونس بالغباء اللي يسمح لها أنه تمارس اعتداءات أيا كانت على أمينة. لكن المريب في الأمر هو فيما يتعلق يعني بسجينة المرافقة لأمينة اللي هي رابعة، واللي على ما يبدو أنه أمينة حاولت الانتصار لهذه السجينة. المشكلة لهنا على حسب ما حكاها غازي مرابط راهو فما معلومات خطيرة تتعلق أنه المرأة هذه طايحت صغير متاحة جراء اعتداء بالعنف. لهنا تنجم تكون أمينة هي همزة الوصل اللي قلقت المؤسسة السجنية، بما أنه نحن مستنسين في تونس أنه للأسف الشديد فما برش عبادي يخافوا ويتمارس عليهم تعذيب أو عنف داخل المؤسسة السجنية أو أترافير المؤسسة الأمنية وما يحكيوش. نتخيل اللي شجاعة أمينة مكنتها من أنه تحكي على سجينة أخرى، ولهنا صارت المشكل للانتقام يعني من أمينة اللي وصلت المساج هذا اللي هو خطير. تم تلفيق التهم الأمينة، ولهنا راو كي نحكيه من قبيلة أنا بالنسبة لي أنا شخصيا كي نحكي بمبدأ التلفيق ونحكي أنه أمينة شجاعة هذا راهو لا يعني بتاتا أني أنا نتفق مع أمينة في طريقتها للتعبير، لكن مش عيب وما هوش حرام إذا كان إنسان عنده من الشجاعة ما يكفي وعنده الرجولة التي تغيب عن البعض في مواقف معناها اللي بالحق اليوم في تونس أنا بزوان أنه إنسان بمنطقة نحكي وغازي حكي برش على مجتمع ذكوري حياة لهنا بينا نبعد برش على المثاليات. لهنا مينش نحكي بالمثاليات، نحكي على مجتمع ذكوري بالرسم مجتمع ذكوري. دونك خلينا نحكي بمنطق الرجلة والرجولة اللي تنجم تغيب على البعض في مؤسسات الدولة واللي هما شادين الدولة اليوم، وتحضر عند أمينة اللي هي مراهقة موجودة في السجن وتبتسم إلى آخر لحظة. معناها إنسانة مظلومة والعبيد كل تعرف اللي هي مظلومة، وما غير ما نطولوها الحكاية ونمخطوها ونجبدوها على خاطر الحكاية واضحة، معناها ياسر واضحة على الأخر. حكاية ديبيل بدأت من الأول بحكاية فارغة قاعدة تكبر كل مرة تتلفق قضية على قضية، ولب الموضوع اللي العبيد ماشي في بالهم اللي قاعدين يحاكموا في أمينة على أساس أنه قامت بالتعري. أمينة لم تقم بالتعري، معناها أكثر ديبيليتي من شيء. ماضي ساعتين واثنين واربعين دقيقة على كاب اف ام. مرحبا بكم مرة أخرى الناس اللي رجعتوا معنا في نجوم في القائلة واللي تكبتوا فينا على 91.5 95.2 105.6 ولا على www.capradio.tn. وعدنا توا مع ضيفنا أمينة متراوي، كنا نحكيوا على قضية أمينة أسبوعي أمينة فامن اللي هي نذكروا مسجونة لها شهرين، والبارح آخر محكمة في محكمة المساكن صاروا يعني مستجدات في القضية متاحة. خذينا الأستاذ غازي مرا اللي هو محامي أمينة والأستاذ شرف الدين قليل من مجموعة 25، وتحدثنا على نتمو على قضية التعذيب اللي حكيت عليها أمينة حسب أقوالها اللي هي دفعت، وحكيت على حاجات شفتهم ضمن السجن واللي هي نفكر اللي هي دفعت على الكودت نيمتاحة رابعة اللي هي يعني تعرضت للتعذيب ولسلوك عنيف ما أجرى بإجهاض، يعني طيحت صغيرها بلغة أخرى. أمين عندك إضافات في القضية؟ أنا حبيت نعقب على التدخل متاع الأستاذ شرف الدين القليل فيما يتعلق بالتعذيب وإلى ما ذلك فيما يتعلق بالمؤسسة السجنية والمؤسسة الأمنية اليوم في تونس. اليوم المشكلة اللي المواطن التونسي تلمون صارت لهرسلته معناها بالمستجدات والأخبار وكثر عليه شيء، ولا ما عادش يتبع ما عادش عنده نفس أنه يتبع المواضيع الحارقة الموجودة على الساحة الوطنية. نحب نذكر اللي ما فماش برشا معناتها ما عنديش برشا الحكاية، فما مواطن تونسي توفى في مركز أمن في سوسة في سهلول على إثر التحقيق معاه حول بيع الخمر خلصة. الحكاية هذه تعديت ما فهمتش علاش هنا بيرسيو معناها لليوم حتى وسائل الإعلام ما تناولتهاش معناها بالكيفية اللازمة. دونك هذا فيما يتعلق بالتعذيب. نحب نضيف زادة اللي كاتب عام محلي لنقابة سجون والسلاح وليد زروق كان تحدث في وقت من الأوقات
على السجن المدني بالمهدية، وقال اللي فما سجين مريض بالسل واللي هو مرض معدي، وقال أنه تم نقله إلى مستشفى ومن ثم تم إرجاعه إلى نفس السجن ومع بقية سجناء، وفما معناها معناها إمكانية كبيرة أنه يعدي بقية سجناء. نرجع كذلك اللي في نفس الفترة الصغيرة هذه، أنا نحب نأكد أنه فما برشا أحداث ما خدتش حظها في الأعلام. مثلا فما فتحي جلالي، فتحي جلالي اللي هو من على غرار صابر المرايحي من الناس اللي خرجت وساهمت في الثورة، اليوم محكوم بأربع سنين بحرق مركز أمن، ولم تثبت معناتها ما فماش ما يثبت، ما فماش ثبوت التهمة على الشخص هذا. كما نذكر وزادة لصابر المرايحي اللي اليوم موجود خارج أسوار السجن بعد ما تحرك المجتمع المدني معناتها من أجل قضيته. صابر المرايحي زادة ما ننساوش اللي هو صحيح تم تأجيل النظر في قضيته لعدم ثبوت التهمة، وتم معناها إطلاق سراحه وقتيا، لكن صابر زاد عدى مدة طويلة في السجن بدون موجب حق. معناها سيد عدى أكثر من عام بعيد على عائلته في السجن موقوف بناء على مجرد ترهات ما هيش حتى إثباتات. عديد والعديد والعديد من القضايا اليوم اللي قاعدة تطرح في المجتمع التونسي، والمجتمع التونسي المواطن التونسي ما عادش عنده النفس باش يتبع جميع القضايا هذية. هذيك علاش نقول اللي اليوم فما نية مبيتة من السلطة الحاكمة في البلاد أنه تهرسلنا، معناتها تقوم بهرسلتنا بعديد القضايا، وإحنا كصحفيين ولا كمجتمع مدني ولا كمجتمع سياسي نتلهيو بها، نتلهيو باللي نجمو نتلهيو به واللي ما نخلطوش عليه ما نخلطوش عليه. قاعدة تتطبخ طبخة متاع دستور، قاعدة تتطبخ طبخة متاع نظام حكم مازلنا ما نعرفوش عليه شنو، مازلنا ما نعرفوش رواحنا وين ماشيين بالضبط. اليوم شكون رموز الدولة؟ اسكو علي العريض؟ اسكو رشد الغنوشي؟ اسكو المنصف المرزوقي كرئيس؟ شكون يمثلنا بالضبط؟ مازلنا ما نعرفوش. انتخابات مانيش قاعدين نحكيو عليها، اسكو ماشيين الانتخابات ولا قاعدين نمضغوا في لبانة الشرعية، السلطة الشرعية والشرعية الانتخابية. نحب نذكر اللي الشرعية هذية كانوا صحوا عليها الأطراف السياسية لمدة سنة، وكانت حزب حركة النهضة وعديد الأحزاب أخرى اتفقوا على أساس أنه الناس هذوما سيتم انتخابهم لكتاب الدستور، ومن بعد صار تحويل وجهة لإرادة الشعب التونسي من كتاب الدستور إلى حكم، إلى نظام حكم، إلى رئيس وزراء، إلى رئيس جمهورية عديم صلاحيات. الشيء هذا خارج إطار الإرادة وخارج إطار كلمة الشرعية، خاطر راهو كي نحكيه على شرعية مش هي. المواطن التونسي نهار 23 أكتوبر ينتخب في مجلس تأسيسي سيقوم بكتابة الدستور لا غير. اللي صار من بعد تشكيل الحكومة، نظام الحكم اللي قاعدين يختاروا فيه، الأغلبية اللي قاعدة تلعب بينا كما تحب في المجلس التأسيسي، وقاعدة تقوم هي نورمال مو عندها مهمة السلطة الأصلية. السلطة الأصلية هي ما يعرف بالسلطة التأسيسية، والسلطة التأسيسية دورها التأسيس لمنظومة قانونية اللي هي معناتها ستحكم البلاد على مدى السنوات التي ستلي صدور الدستور، كما صار في دستور غرة جوان 1959. اللي صار في تونس اليوم يلزمنا نحكيه عليه ويلزمنا نرجع له بمزيد من الدقة. رانا من نحكيه على شرعية منعدمة، شرعية غير موجودة، شرعية وهمية، معناها شرعية قاعد يغطي بها الحاكم اليوم في زلاته وغلطاته اللي قاعدة تتكرر. هي شرعية تنبع من الشعب، الشرعية النابعة من الشعب. نعاود باش ما نطولش وباش تكون الفكرة واضحة لدى المواطن التونسي اللي يسمع فينا. المواطن التونسي مشى ينتخب في ناس مش تكتب له دستور أكهو ولمدة سنة، أنت مش تقوم في ظرف سنة بكتاب الدستور. اليوم مش نقفلوا عاد كبيرنا ماشيين لثلاث سنين. الناس هذوما خرجوا من مهمتهم اللي هي كتابة الدستور، وخرجوا من الكراسي متاع المجلس التأسيسي في اتجاه كراسي الحكم، ولهنا فما خرق لإرادة الشعب. وإرادة الشعب إذا كان نحبوا نحكيه على شرعية يلزمنا نقوموا بالتعجيل والتعجيل في إجراء انتخابات اللي مش تكون الغاية متاحة سلطة تنفيذية. معناها مش نجيو المواطن التونسي مش نقولوا له هيا انتخب اللي مش يحكمك، ما هوش اللي مش يكتب لك دستور. لهنا نجم نعود ونحكيه على شرعية، على خطر الشرعية اليوم نعود ونأكد شرعية منعدمة، على خطر السلطة التأسيسية الأصلية اللي مهمتها كتابة الدستور حادت على الطريق السوي اللي هو كتابة الدستور و
ماطلت كثيرا في كتابة هذا الدستور الذي نبقى في انتظاره إلى حدود هذه الساعة، واللي المسودة متاعه خرجت عندها قرن، واللي ما ننساوش نحب نذكر اللي نحن مش نمشيه الإتاب أصعب اسمها التصويت على الدستور فصلا فصلا. أنت تصور بنت أمية وإبراهيم القصاص وبقية الوجوه النيرة الموجودة في مجلسنا الموقر مش تمشي تصوت فصلا فصلا. حسابات سياسية ضيقة ما ننساوها الزادة، فما كتل اليوم قاعدة تتحرك في المجلس التأسيسي ما هيش إرادة الشعب اللي قاعدة تتحرك، فما فما مودوردر، فما عقلية القطيع، فما ناس قاعدة تصوت بعقلية القطيع. معليش نحكيه على الشرعية وإرادة الشعب وقاعدين نمرجوا في رواحنا ونكسروا في روسنا بها. طونك انا اليوم كمواطن تونسي انتخبت ناس باش يكتبوا لي الدستور، اللي قاعد نشوف فيه واللي قاعد يصير ما يمثلنيش وما نتخيلش كان الشعور هذا ينتابني انا فقط، نتخيله ينتاب عديد المواطنين التوانسه. ولذا جوست باش نختم وما نطولش، نعاود جوست نفهم حاجه اللي هي السلطه الاصليه، السلطه التاسيسيه مهمتها كتابه الدستور. صحيح تنجم تحكم في فترة انتقالية، لكن هذا لا يكسبها رداء الشرعية اللي تتغنى به اليوم السلطة الحاكمة. رداء الشرعية زائل ويزول بمجرد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لكتابة هذا الدستور. الدستور اللي توما تكتب السلطة الحاكمة قاعدة متنفذة معناها في مفاصل الدولة، وقاعدة تقوم بتعيينات اللي المواطن التونسي مش قاعد يتبع فيها فيما يتعلق بالولايات والعمد والمعتمدين. ما ننساوش اللي هذوما مش يكونوا من بعد أداة غليظة وعصا غليظة في يد الحزب اللي حب يربح الانتخابات، على خطر الحزب اللي قاعد يعين في عمد وقاعد يعين في معتمدين في الجهات، سيكونون معناها بالتالي أداة في يدهم بعد باش يربح في الانتخابات بطرق نجم تكون بعيدة كل البعد عن منطق الشفافية وبعيدة كل البعد عن منطق الانتخابات النازية. أمين، أنت تتكلم بصوتك أنت أو صوت الشباب اللي هو عمل الثورة وألا صوت نوات؟ لا، انا نتكلم بنبض الشارع على خاطرني انا انسان نخدم في الشارع، وبار اني نخدم في الشارع ونهبط للشارع وعندي كونتاكت مع المواطنين. نتكلم بمنطق المناضل الطلابي اللي كان في الحركه الطلابيه، وبمنطق الانسان اللي على صغر سنه من عام 2005 كان موجود في الساحات وفي التحركات الوطني اللي حب معناتها بلاده ترتفع الى ما مستوى كبير وتتقدم ابسوليمون ما توخرش معناتها تجي تشوف وبمنطق نصيحة زادة، على خاطر إذا كان اون ميتريس با السوجي اللي قاعدين نحكيو فيه واللي هو للأسف للأسف مش غلطة التوانسة، أما للأسف مانيش فاهمين وين ماشيين ومانيش فاهمين اش قاعدين نعملوا، وللأسف شديد قاعدين نبندروا ونطبلوا كما قبل الحاجات ما نعرفوهمش. معناها اليوم انت تنجم تلقى مواطنين وكصحفي عندي تعامل معهم موجودين امام المجلس التأسيسي ينتصرون للشرعيه ويحتفلون بالشرعيه، وهما ما يعرفوش ايش معناها شرعيه وما يعرفوش معناها جوست على خاطر فما شكون قال لهم اهبطوا لنهار كذا باش تعملوا كذا، هما قاعدين يهبطوا. انا لقيت ناس قدام سفاره مصر نهار احد في عز القيله يطالبوا بإرجاع الرئيس مرسي إلى الحكم. طنك هما ما همش فاهمين السلطة في مصر كيفاش التركيبة متاحة، ما همش فاهمين دور المؤسسة العسكرية في مصر، وهمهم في هذا الكل أنه لا تنتقل التجربة إلى تونس، وما همش حتى فاهمين اللي التجربة المصرية والتونسية ما نجموش يكونوا متماهيين في الإطار هذايا. يعني فما ناس خافت على الكرسي، هبطت الناس هذوما قال شنو يساندوا في مرسي، وهما مرسي ما سمعوش بيه ولا ما يعرفوش، ما يعرفوش حتى كيف جاء للسلطة، وما يعرفوش تاريخ الحركة الإسلامية لا في مصر لا في تونس، وما همش مطلعين على التيار الإسلامي والحركات الإسلامية، وما همش مطلعين على واقع شعوبهم، وعايشين في غربة سياسية واجتماعية عميقة بينهم وبين الطبقة الحاكمة اللي قاعدة تحكم بيهم ما هوش تحكم فيهم وقاعدة تستعمل فيهم لغرض الحكم. إن شاء الله أمين صوتك يكون وصل للمستمعين وفهمتهم شوية الوضع اللي احنا فيه البلاد حاليا. واضح أمين، على ظل الغنية اللي كنا نسمع فيها اللي هي ولد بلادي متاع زميلتي حياة جبنون، هي حلوة برشا دايوغ، يعطيك الصحة حياة. حاليا نجمو نحكيه توا أمين على رأيك، حسب ما شفنا في المواقع الاجتماعية، على رأيك في الاحتفال بعيد الجمهورية. سمحني خلينا نعقب على الموضوع، ما تعدليش هكيك على غنيتي عايش اختي يا مان. توا خلينا حبيت نوجه تحية للأخ محمود فريح اللي عمل معايا ديو، هذه كانت الأغنية من خلال معناتها مقابلتي معاه في حفل
في المغرب مهرجان اندلسيات، وعجبتني الاغنيه واقترحنا على بعضنا ان احنا باش نعملوها ديو. الاغنيه مسموعه سيرتو تحيه معناتها لخينا في المستير كمحمود يعني من المستير، وان شاء الله تكون عجبتكم. وانا هديتها لاولاد بلادي، والولاد البلادي هدوها لبلاد البنات معناتها باش تكون هكا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعطيك صحه حياتها. امين، كان تعطينا رايك في الاحتفال بعيد الجمهوريه حسب ما شفناه يعني في المواقع الاجتماعيه؟ في نفس الإطار وفي ترابط مفصلي مع كل شيء اللي كنت نذكر فيه، عيد الجمهورية اليوم هو بالنسبة لي أنا 25 جويلية القادم اللي تفصلنا عليه أيام، مش يكون نعي للجمهورية. علاش؟ على خطر أسس الجمهورية قاعدة تنتفي. بالنسبة لي أنا هذا رأي يلزمني في شخصي. إذا كان نحكيه على جمهورية، هي الجمهورية الديمقراطية، هي الجمهورية الاجتماعية، هي الجمهورية اللي انتظرناها جمهورية ثانية مش تقوم بتلبية مطالب الثورة اللي هما خاصة التنمية الاجتماعية والتشغيل ويعني الحد معناها من البطالة والاعتراف والعرفان لعائلات شهداء الثورة و جرح الثورة. اليوم فما حد قاعد يحكي على شهداء الثورة، فما حتى واحد قاعد يحكي على عائلاتهم، فما حتى حد قاعد يتبع في المواضيع الحارقة معناها اللي تتعلق بجرح الثورة وعلاجهم. هذا دو ان. دو دو، اليوم مازلنا ما نعرفوش الجمهورية هذه شنية الملامح متاحها. عندنا رئيس جمهورية بدون صلاحيات، عندنا رئيس جمهورية يسب في شعبه في المحافل الدولية، عندنا رئيس وزراء البارح خرج يحكينا على تونس ونتخيلوا لليوم في البحر قد ربي في الحمامات تلقاو برشا مواطنين تلين جايين حارقين معناتها على خاطر سعلي العريض حكينا على تونس اللي هي جنة أمان وأمن فوالا. معناتها إن شاء الله الجمهورية هذه ما نفقدوهاش، إن شاء الله نحافظوا عليها وندعموها. وعندنا مكاسب صحيح، راهو بورقيبة وبن علي رانا نحكيو عليهم ونسبوهم وننقدوهم إن شاء الله نكملوا في المسار هذا. راهو عندنا دستور اسمه غرة جوان 1959، رانا أول دولة عملوا الدستور صحيح، قبل البلدان الاوروبيه. رانا عندنا تجربه مع الديمقراطيه، عندنا تجربه مع الفكر النير، عندنا دستور 1864، عندنا عهد الامان، عندنا تاريخ، ورانا ان شاء الله يبدا عندنا مستقبل قدام ان شاء الله يا ربي. نشكرك برشا امين على قبول الدعوه. كانت معكم ناديه في الميكرو، زميلتي حياه جبنون، كانت معكم سهير في التكنيك، وسليم في الكوميونيكاسيون. بس ما نسكر، نلقاكم نهار الخميس الجاي.